اهلا بكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح عملة البيتكوين، او مش البيتكوين، موقع لربح كذا عملة رقمية يا شباب، بس انت بتختار عملة. اول ما بتسجل بتختار عملة من العملات اللي هيديها لك الموقع، وبتبدأ الموقع يعدلك عليها وبيديك 10 دولار هدية عند التسجيل. 20 دولار يا شباب زي ما انتم شايفين، بونص تسجيل مجاني 20 دولار، اربح تشفير يوميا اثناء الاحتفاظ. تمام، خدوا بالكم بقى من شرح الموقع ده عشان في حاجات كده غريبة شوية عشان تفهموا تشتغلوا عليه ازاي. تمام، انت اول ما بتسجل في الموقع بيبعت لك رسالة تفعيل على الايميل، لازم تفعل الايميل. تمام، بعد كده بتخش بيجيب لك جميع العملات كده في نظام ايه، هتلاقي كده يعني شريط كده بتدوس عليه بيفتح لك جميع العملات، انت بتختار عملة من العملات دي. هوريكم دلوقتي، بس ده شكل الموقع من الخارج يا شباب زي ما انتم شايفين كده. دي معلومات عن الموقع: انشاء حساب، قم بتمويل حسابك، تلقي الفائدة. هنا اخر ايداعات يا شباب واخر سحوبات زي ما انتم شايفين، الحد الادنى بين 10 دولار للسحب، عمليات السحوبات. هنا بيقول لك الاحالات على 5 مستويات، دي العملات اللي بيدعمها يا شباب الموقع او المحافظ اللي بيدعمها الموقع. تمام، هنا في اسئلة واجوبة ممكن تخش عليها وتشوف كل حاجة عن الموقع قبل ما تشتغل عليه، تعرف كل حاجة عن الموقع. تمام، طريقة التسجيل يا شباب، هنيجي لطريقة التسجيل في الموقع. هتيجي من هنا الأول اشتراك، هننتظر ثواني مع بعضينا. اهو يا شباب بتحط هنا أول حاجة اليوزر نيم، بعد كده الإيميل، بعد كده الباسورد وقعت الباسورد، وبعد كده بتعمل له إيه؟ تسجيل. هيبعت لك رسالة على البريد الإلكتروني، لازم تخش تفعلها. اول ما تفعل الرساله وتيجي تخش على الحساب بتاعك هتحط اليوزر نيم والباسورد وهتبدا تخش على الموقع. خدوا بالكم الحته اللي جايه ديت، هنا بيبعت لك رساله تحقق على البريد الالكتروني، لازم تجيبها عشان تخش على حسابك، عشان ده امان ليك، عشان ما حدش يخش على حسابك. هنخش كده يا شباب على الايميل، هنيجي كده يبعت لك رساله زي دي كده بعد ما بتسجل الكلام دوت وخلاص. لو جيت تخش على الحساب بعد كده، انا مسجل من على الحساب بعد كده، اهو تاخد الكود ده، كود التحقق، وترجع للموقع وتقول له ده كود التحقق، ده حسابي. هيفتح لك الحساب بتاعك بالشكل اللي قدامنا دوت. هتلاقي هنا انا طبعا اخترت عملة الليت كوين، وهنا ده البونص بتاعي 8 مليون و400 ألف. تمام، هتيجي تخش انت هتلاقي كده مربع زي ايه، زي ده كده، بتفتحه هتلاقي زي كده، تفتحه هيجيب لك جميع العملات. حدد العملة اللي هشتغل عليها قبل ما تخش، خلي بالكم الحتة دي. يعني انا اخش دلوقتي على كلمة محافظ اهي. شوفوا العملات الموجودة في الموقع، يعني عندك بيرفكت ماني اول حاجة، عندك تاني حاجة الاثيريوم، البيتكوين، الليتكوين، عملة موني، بعد كده يا شباب الداش، بعد كده عندنا بيتكوين كاش، عندنا العملة دي والعملة دي والترون ودوك كوين وعملة زي. شوف انت العملة قبل ما تخش على الموقع تشوف العملة اللي تشتغل عليها. تمام، انا طبعا بعدن دلوقتي على عملة او بشتغل على عملة الليفل الاول، على العمله الليت كوين. هدوس له كده على الليت كوين، هيدخلني على الصفحه اللي قدامكم ديت اهي يا شباب. هتلاقي هنا الموقع، لو جبنا كده باللغه العربيه هتلاقي الموقع هنا كاتب لك ايه الايداع بتاعك 8 مليون و400 ألف لاتوشي من عمله الليت كوين. تمام، كل يوم كل 24 ساعه بتخش على الموقع وتجمع الارباح بتاعتك من هنا. هتلاقي الرصيد بتاعك هنا اهو كده، هيتجمع هنا، هتدوس كلمة جمع. طبعا هنا بيقول لي ايه، لازم يعدي 24 ساعة على الجمع. تمام،
يوميا بتاخد واحد على المية أرباح من الموقع، تمام؟ لو أنت عايز تعمل إيداع في الموقع بتيجي من هنا من كلمة إيداع ديت، بتحط له هنا كم المبلغ الإيداع، بتحط له هنا المبلغ، بعد كده بتعمل تأكيد، بيبعت لك المحفظة اللي أنت هترسل له عليها المبلغ. لو عايز تعمل إعادة استثمار من الرصيد بتاعك هتيجي من هنا كده، وهتيجي تحط المبلغ اللي أنت عندك في الموقع اللي أنت عايز تعمله إعادة استثمار وبتقول له تأكيد، يبقى أنت كده عملت إيداع من الحساب بتاعك في الموقع وتزود سرعة الربح بتاعك، تمام؟ هنا يعني أقل حاجة في الموقع الإيداع 10 دولار يا شباب أو 20 دولار حاجة زي كده، هنشوف ده كله دلوقتي. ومن هنا السحب، بتيجي للسحب بتدوس هنا كده، تختار هنا المبلغ، بتدوس له هنا كده بيضيف لك المبلغ كله بتاعك، تمام؟ بعد كده بتحط هنا عنوان المحفظة، وبعد كده بتقول له تأكيد، بيبعت لك السحب. السحب بتهيألي بيوصل بيقول لك في 12 ساعة، مش عارف الإيداع ولا السحب، 12 ساعة، تمام؟ ودي كده إيه الداشبورد بتاعتك، الصفحة بتاعتك، وهتلاقي هنا المكافأة اللي هو مديها لك الموقع أهيت، تمام؟ كل اللي عليك إن أنت تخش كل 24 ساعة وهتجمع الأرباح بتاعتكم. يعني لو رجعنا للغة بتاعت الموقع هتلاقي هنا بص الأرباح بتضاف لك هنا أهي، تمام؟ أنت لما تجمع الأرباح بتجيلك فوق هنا، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ايداع، اعاده استثمار، سحب، كله في هنا واحده من كلمه محافظ، تمام؟ الداشبورد بتاعتك من هنا بتلاقي هنا برضو ايه السحوبات بتاعتك والايداعات بتاعتك وكل حاجه، هنا البونص بتاعك اهو، وهنا اجمالي المكتسبات بالدولار، اجمالي الاستثمارات المرجع، تمام؟ وخلي بالك هنا كاتب البونص، يعني هنا بيقول لك ايه لحد بكره، يعني يوم 20 سبتمبر 20 فبراير سيسري العرض حتى 20 فبراير، يعني اخر العرض ده بكره، تمام؟ هنا اللي هنا كاتب اهو العرض 20 فبراير، تمام؟ فاللي يشوف الفيديو يخش عليه ويلحق ايه العرض ده بقى. وهنا التابعين، الشركاء التابعين اللي هو رابط الاحاله بتاعك بتجيبه من هنا اهو يا شباب، تمام؟ بيقول لك بيديك على الايداع باين 15%، هنا بيقول لك ايه شارك الرابط الاحاله بتاعك ده، هنا الاحاله اللي انا جاي عن طريقها، وهنا بيقول لك الاحاله على 5 مستويات، تمام يا شباب؟ كده انا كل حاجه قلت عن الموقع مهمه. هنا الدعم، اي المهم كله انا شرحته لكم. اول حاجه تخش على الايميل بتاعك تفعل الحساب، بعد كده بتختار العمله اللي انت هتعدن عليها، ودي مهمه جدا عشان تخش تلاقي نفسك لقيت نفسك في اي عمله، وبعد كده تبدا شغلك على الموقع زي ما قلت لك. كل ايه 24 ساعه تخش على المحافظ زي بعد ما تسجل، بتخش على الحساب بتاعك من هنا، وبعد كده ايه بتجمع ارباحك من هنا، ولما بتوصل للحد الادنى للسحب. عايز تعرف كل حاجه بقى عن الموقع هترجم كده باللغه العربيه، تخش على كلمه اسئله واجوبه، هتلاقي هنا جايب لك كل حاجه عن الموقع، الحد الادنى للسحب والحد الادنى للايداع وكيف يعمل الموقع وكل حاجه يا شباب هتلاقوها في الخانه ديت. بس عشان ما اطولش عليكم كده اكون انتهيت من الشرح. واللي عاجبه الفيديو يا ريت يدعمنا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. العرض يا شباب لحد بكرة الساعة 12، سلام يا شباب.